قصة ثانية في هذا العدد من ولاية قسنطينة، هي قصة عائلة قطاري من كاف صالح من بلدية ديدوش. مراد، هذه العائلة يعني تعيش ظروف اجتماعية أيضا قاسية جدا، يعني كل يومياتها مع الأفاعي ومع الجرذان العائلة، أو رب العائلة هو يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة وعندهم أبناء صغار يعيشون ظروف اجتماعية قاسية. نكتشفوا هذه الأوضاع وهذه الحالة التي تعيشها هذه العائلة في هذا التقرير للزميل محمد بوحصان والزميلة جودي هدى. نشوفوا هذه الصور ثم نستقبل السيدة أم هاني. في هذا الكوخ الواقع بمنطقة كاف صالح ببلدية ديدوش مراد بقسنطينة، تقطن أم هاني وتعول ثلاثة أبناء ووالدهم المعاق ذهنياً، وربما الصورة تغني عن أي وصف أو تعليق. الفقر هنا واضحة معالمه في كل ركن وعلى كل وجه، والفقر هنا لا ينحسر بل يتوغل في أصحابه، ويا لهول ما رأينا. أنا الوضعية تاعي عندي أزمة في السكن، وعندي بزاف، عندي 14 سنة وأنا ساكنة هنا. بصح النوى تصب داخل داري. السيدة أم هاني ورغم كل ما تعيشه من فقر وحرمان، صابرة محتسبة لله عز وجل، لم تنحني هامتها الشامخة أمام الصعاب، ولم تنكسر إرادتها القوية أمام قسوة الحياة. في انتظار إحسانكم.